أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التسويق الزراعي. هنستكمل الفصل الدراسي الثاني، وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها في الوحدة الرابعة، وحلقتنا النهاردة بعنوان الاستراتيجيات التسويقية أو عناصر المزيج التسويقي. وهنتكلم عن الاستراتيجيات التسويقية أو عناصر المزيج التسويقي. تعالوا نبدأ حلقتنا بالمصطلح أو التعريف التالي اللي هو المزيج التسويقي. بيعرف المزيج التسويقي على أنه عبارة عن تركيبة كمية ونوعية وزمنية للآلية التسويقية اللي بتستخدمها المزرعة أو الشركة لتحقيق أهدافها التسويقية في إطار اختيار التوليفة المثلى من بين الاستراتيجيات التسويقية. نقول تاني، عبارة عن تركيبة كمية ونوعية وزمنية للطريقة التسويقية اللي بتستخدمها المزرعة أو الشركة لتحقيق أهدافها التسويقية في اختيار التوليفة المثلى من هذه الاستراتيجيات التسويقية. نروح لجزء آخر وهو عناصر المزيج التسويقي. عندنا 8 عناصر أو 8 استراتيجيات بيتكون منهم المزيج التسويقي. أول استراتيجية بنقول عليها استراتيجية التسعير. رقم 2 استراتيجية المنتج نفسه أو السلعة. رقم 3 استراتيجية المكان. رقم 4 استراتيجية الترويج. 5 استراتيجية الوضع التنافسي. 6 استراتيجية العملية. 7 استراتيجية الدليل المادي. 8 وآخر حاجة، آخر عنصر من عناصر المزيج التسويقي أو الاستراتيجية اللي هي استراتيجية المتعاملين. تعالوا نوضح كل استراتيجية على حدة. هنبدأ باستراتيجية المنتج أو السلعة. استراتيجية المنتج أو السلعة بيهمني فيها أو لازم أتعرف على خصائص المنتج، وخصائص المنتج بتتمثل في صفات المنتج. يبقى مجموعة من الخصائص بتميز المنتج اللي هي منها صفات المنتج، وهو صفات المنتج عبارة عن مجموعة من الصفات بتمكن المنتج أو السلعة من أداء وظيفتها، وهذه الصفات بتتضمن الحجم، اللون، الفعالية، التصميم، الخامة. أيضا قد تكون ساعات العمل إذا كانت الخدمة غير ملموسة، زي مثلا الخدمة الصحية أو تعليمية. بنلاقي أن هذه الصفات بتحدد كيف أو كيفية إشباع المنتج للمستهلك، كيفية إشباع المنتج للمستهلك بصورة جيدة. وبنلاحظ أن المنتجات الزراعية والغذائية الحجم المناسب لاحتياجات السوق والتصميم الجيد للعبوة وجودة المنتج بتعتبر من أهم الصفات التسويقية للمنتج. نروح لخاصية تانية أو ميزة تانية من الخصائص المفترض أنها تبقى موجودة في المنتج، اللي هي فوائد المنتج أو فائدة المنتج. وفوائد المنتج بتجيب على تساؤلات المستهلك، ايه هو اللي انا هستفيده من هذا المنتج، ايه المنفعة اللي هتعود عليا من شراء هذا المنتج. فنجد ان المنتج بيتواجد او بيتم تصنيعه من اجل تقديم مجموعة من المنافع اللي بتلبي احتياجات المستهلك ورغباته، وفي نفس الوقت المنشأة بتستطيع ان تتنافس بشكل اكثر فاعلية لما بتصمم وتروج لمنتج ترتبط صفاته بمنافع او فوائد
بتلبي احتياجات المستهلك بشكل افضل. نروح لخاصية تانية من خصائص المنتج، اللي هي عملية التغليف والتعبئة او التعبئة والتغليف. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم كده في الشريحة اللي قدامكم، ان التعبئة والتغليف بتضيف قيمة مضافة للمنتج من خلال تعبئته في عبوات آمنة وملائمة لطبيعة المنتج، وبتسهل عملية الاستخدام، كما ان التصميم الجذاب للعبوة بتجذب المستهلك لشراء السلعة. كما نجد ان تسويق المنتجات الغذائية الزراعية عندما تعبأ في عبوات مميزة بترفع من قيمتها السعرية وبتجذب المستهلك لشراء هذه السلعة. نروح للخاصية اللي بعد كده، وهي خاصية الملصقات التوضيحية. والملصقات التوضيحية بتضيف أيضا قيمة مضافة للمنتج من خلال عملية التواصل مع المستهلك بتوضيح محتويات المنتج وطريقة استخدامه والتحذيرات في عملية الاستخدام، وأيضا البيانات المتعلقة بالشركة أو المنشأة المنتجة لهذا المنتج، كما أنها بتمد المستهلك بالعديد من المعلومات زي تاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج والمكونات وبلد المنشأة. نروح للخاصية اللي بعد كده، وهي العلامة التجارية اللي هو تريدينج ماركت أو TM. والعلامة التجارية بتجعل المنتج معروف ذو هوية مميزة ومختلفة عن المنتجات المماثلة المنافسة باستخدام كلمات أو تصميم أو رموز، بيكون الغرض منها وسيلة بيعتمد عليها في تسويق المنتج، وبتعتبر شيء حاسم للإقبال على منتج دون غيره، كما أنها بتساعد على الاتصال بين المسوق للمنتج الغذائي أو الزراعي وبين المستهلك، وسيلة للاتصال بين المسوق والمنتج والمستهلك، وبتساعد على طرح منتجات أخرى في السوق. نروح للخاصية اللي بعد كده، اللي هي شعار المنتج، ودي عبارة عن جملة أو اسم بيرتبط بذهن المستهلك أو العميل بسلعة معينة زي الجودة شعارنا، أو الصحة هدفنا. وشعار المنتج لابد أن يكون وصفي أكثر منه ابتكاري، بمعنى أنه هو بيقوم بوصف المنتج أكثر من أنه شعار. آخر حاجة من الخصائص بتاع المنتج، اللي هي متغيرات المنتج. ومتغيرات المنتج دي عن طريق إضافة بعض الخدمات للمنتج بتحسن وتقوي العلاقة بين المستهلك والمنتج. بكده بنختم حلقتنا وبنشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.